والله شباب شلونكم، شو اخباركم؟ ان شاء الله الكل بخير وصحه وسلامه. طبعا اليوم رجعنا لكم مقطع فيديو جديد ان شاء الله، واليوم رجعت لكم مقطع فيديو حبيت اشرح لكم على القطعه الكرونيك زين شلون نشغلها، يعني ما راح تحتاج بعد قطعه الاكسايمي بيكس، اريد اشغلها اليوم على ماوس وكيبورد نفس اداء القطعه الزيمي بيكس. طيب اليوم راح نخليها على صفحه هاي القطعه وراح اشرح لكم شلون نشغل ماوس وكيبورد على القطعه الكرونيك زين. طبعا انا يعني اتقنت كل الاعدادات وجربت هواي اعدادات، فقارنت ما بين اعدادات القطعه الكرونيك زين ويا اعدادات القطعه الزيمي بيكس، شفت يعني تقريبا نفس اداء القطعه الاكسايمي بيكس. طيب يا شباب ما راح اطول عليكم، اللي اطلبه من عندكم اذا ما كنت مشترك بالقناه فاشترك وفعل جرس التنبيهات وخلي لايك الفيديو وخلي اشوفك الشرح. Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home on my own in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I go. Never let the doubt. حيا الله شباب مرة ثانية. طبعا الرابط مع القطعة راح يكون هذا الرابط، ما راح تمنص أي سلاك، راح تكون شغالة بهالطريقة. تربط اليد مال البلاي ستيشن 4. هاي طبعا الطريقه نفسيتها تشتغل على البلاي ستيشن 5 نفس الطريقه. واضح تربط السلك او الواير باتجاه الايسر مال اليد، وتربط ايضا اللي خلى طفيها، وتربط ايضا الواير اللي خاص بالقطعه الكرونيكس زين، وتربط الماوس والكيبورد. الماوس والكيبورد اليو اس بيات، اليو اس بي العفو هنا اليمنى واليسرى، ماكو مشكله اذا ربطت يعني العكس او الكيبورد الماوس بالعكس، يعني ماكو مشكله. وايضا تربط واير البرمجه مال القطعه الكرونيكس زين. راح نشغل القطعه على البلاي ستيشن وراح نربط الواير وراح نروح للبرنامج الكرونيكس زين. اللي نحتاجه يا شباب تروح على هذه الخيار تدق عليه وراح يطلع لك عده خيارات، تختار خيار الاخير راح يطلع لك الازرار وازرار الكيبورد. انا بالوقت الحالي مضبط اعدادات، هاي الاعدادات شغاله حتى على الحاسبه. إذا ردت تربط ماوس وكيبورد على حاسبة نفسية الإعدادات، اللهم أنه أنت تغير بالنظام اللي راح تشغل عليه، مثلا النظام شنو راح تشتغل عليه بالوقت الحالي. أنا يعني بالوقت الحالي قاعد أشتغل على بلاي ستيشن 4 وبلاي ستيشن 5. طيب يا شباب تروح على هاي الأدات وراح يطلع لك عدة خيارات بهاي الأدات، وراح تختار آخر أدات وهي راح يطلع لنا نظام الإعدادات القطعة. هاي الإعدادات ترتبها وسيفها فولدر على هاي الاعدادات اللي انت راح تسيفها. طيب هسه اللي عندنا بالوقت الحالي اللي هو الكيبورد، هذا الازرار الكيبورد انت شلون ما شئت وشلون ما تريد الازرار تعينها بالكيبورد اللي موجوده هنا بالكيبورد. هنا عندك نظام الكيبورد وهنا عندك نظام الماوس. اذا جيت تستخدم ماوس لوجيتك 502 فلازم تخلي الدي بي اي مالت الماوس على اخر دي بي اي، يعني تخليه 12000. واذا عندك الهيرو الماوس الهيرو مال اللوجيتك النسخه المخصصه اللي تجي بها 16 فلازم تخليه نظام الدي بي اي 16. واذا كنت تستخدم رايزر فهم لازم تخليه هم على يعني خصم الكلام لازم تخلي الدي بي اي مال الماوس اخر شيء. طيب يا شباب عندك هنا الازرار مال الماوس، عندك الازرار مال الماوس مثلا تجي تخلي تقول الار 1 اخليها بالزر باتجاه الجانب مال الماوس، تدق مرتين بالماوس مال الحاسبه تدق على الار 1 مكانه وتعينه اللي انت تريده. مثلا تقول الار 1 هم اخليها بالماوس على ضغطه الجنب الموجوده بالماوس. مثلا تقول انا اخلي مثلا الار 3 موجوده اخليها مثلا هنا، انا داخل اعداداتي ملك شاره بيها، تريد تتخذ بيها خذ بيها. هذه من ناحيه الماوس. او تروح للكيبورد، الكيبورد عندك الازرار كل الازرار اللي موجوده بالكيبورد وبالماوس، فاللي احنا نحتاجه بس الازرار اللي نحتاجها. مثلا ال L3 عيناها خليناها بالماوس، ال L1 وال R1 تقدر هم بالكيبورد تخليها، يعني مثل ما خليت بالماوس تقدر تخليه بالكيبورد ايضا ازرار اضافيه. وعندك هنا الازرار نفس الحاله، مثلا تقول انا اريد اللي يقمز اللاعب اخلي سبيس، او اخلي مثلا الريلود حرف R مثلا، يعني على سبيل المثال الاتجاه الفوق دبل كليك اتجاه فوق، اللي اتجاه جوه دبل كليك اتجاه جوه، تعين الازرار. وهكذا انت سويت الاعدادات وعليت الحساسيه اللي موجوده بالقطعه الالكترونكس زين. هنا عندك حساسيه مثل ما تشوف، انا خال هاي الحساسيه اللي مثل ما تشوفها هاي على كل الالعاب شغاله، فانت سوي مثل ما انا مسوي هنا مثلا الاكس والواي
عندك نظام هذا النظام، عندك الديد زون، عندك هذا النظام تخلي على اخر شي فول، عندك يعني انت تشوف هاي توقف الفيديو وتاخذ اعدادات هذني تاخذهن وتطبقهن عندك، لان هذني الاعدادات شغاله على كل الالعاب. مثل ما شفتوا يا شباب هاي اعدادات خاصه بالحساسيه اللعب، يعني انا اقصد الحساسيه اللعب يعني حساسيه القطعه على مود انه شنو تستجيب وياك نفس اداء القطعه الاكسايم ابكس. طيب يا شباب انا ما راح اطلع لكم السالفه، هاي الاعدادات وهذا الشرح راح يكون خاص بالقطعه الكرونوس زين. هنا انا طبقنا كل شيء، راح نروح للعبه ونشوف هاي الاداه او راح نشوف الاداء اللي اشتغلنا عليه صحيح. طيب هنا عندنا لازم نسيف الاعدادات اللي نسويها هاي. اذا تريد تحفظ الاعدادات وبعد ما تروح من عندك الاعدادات، يعني مجرد اذا طفيت القطعه او طفيت البلاي ستيشن وما تروح الاعدادات تظل مسيفه بالقطعه على اعدادات الماوس والاعدادات الماوس واعدادات الكيبورد. واضح يا شباب؟ فايش تسوي؟ تدق على هذا الصح وبعديها تدق على هذا السهم اللي باتجاه الفوق على مود تستخرج الـ 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 الاعدادات اللي حفظتها، تخليها بمكان اللي عجبك انت وسيفه. انا عندي اعدادات مسيفه. طيب يا شباب احنا رتبنا كل شيء وسوينا الاعدادات، ايش راح تسوي؟ راح ترست القطعه يعني تطفيها، طفيت ملص الواير التعريف وطفي القطعه من البلاي ستيشن. واضح يا شباب؟ يعني نطفي القطعه ونرجع نشغلها وراح ندخل انا وياك وادخلك بمنظار اللعبه الكولد وور ونجرب اداء القطعه، نجرب اسلوب القطعه. طيب يا شباب خلينا ننتقل وانا وياك على اللعبه. طيب يا شباب مثل ما تشوفون طبعا اول شيء طبعا بحس اذا تشوفون الحساسيه ممتازه مره بطله، بس ولكن اول شيء لازم تسوي باللعبه تروح على الاوبشنز وتروح على اعدادات اللعبه، ولازم لازم لازم تكون عندك الحساسيه الافقي للذراع التحكم، يعني حساسيه الافقي والعمودي، فلازم تخليها على اخر شيء اي لعبه كنت تلعبها. اي لعبه لازم يعني لازم تسوي هاي الاعدادات. هنا أنا مثل ما أشوف أنا خال 14 شديد و14 شديد اللي هي الحساسية العمودي والأفقي. مثل ما تشوفون طبعا الإعدادات هسا على ماوس وكيبورد بدون قطعة الإكسايم بيكس، يعني بدون هاي القطعة. تشوفون هسا الربط، هاي الواير مال اليد وهنا الواير مال البلاي ستيشن وهنا ماوس وكيبورد. مثل ما تشوفون يا شباب طبعا راح أشغل ياكم هذا السكربت اللي هي السكربت، مثل ما تشوفون هسا السكربت شغال وياي. خلينا نخلي هذا السكربت الثاني. مثل ما تشوفون طبعا هنا مثل ما تشوفون الايم شون يقطع، عندي الايم بوت شغال وعندي الثبات السلاح شغال، يعني يعني والله العظيم يعني جربت الاداء، ما يعني سويت مقارنه ما بين هاي القطعه الاكسايم بيكس والكرونكس زين، شفت مره بطل. ولازم الدي بي اي لازم على اللوجيتك ال 502 لازم تخلي 12000 يعني على اخر دي بي اي عندك. خلينا ناخذ لنا واحد او نقتل لنا واحد، هذا واحد بلع. مثل ما تشوفون يا شباب طبعا والله العظيم يعني اداء ممتاز ممتاز، هذا الثاني يبلع. طيب يا شباب لهنا نوصل نهايه هذا المقطع فيديو. اذا عجبك الشرح او عجبك طريقه الاعدادات والشرح مالتي بصوره عامه، اتمنى من عندك تشترك بالقناه وتخلي لايك للفيديو، ونشوفكم ان شاء الله بشرح جديد او مقطع فيديو جديد، ونقول لكم يا شباب في امان الله. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling